بيخدم الطالب ويخدم المعلم ويخدم ولي الامر. في مميزات كتيره موجوده في التطبيق دلوقتي. احنا في اختبارات موجوده للطلبه في نوع المدرسه الخليجيه المتقدمه المدارس الصناعيه ماشي، اختبار العلوم الهندسيه بيجرى الان. هنشوف دلوقتي الاختبار ونتابع مع بعض فعاليات التطبيق واحده واحده. من الويبس هي تتعرض فيها المسؤول عن تظهر فوق او لا، والهيكل اللي هنا بيقول عليه بقى يمين او شمال. وفي سنسور، وفي سنسور المستقيم بتوعنا المشرف بتاعه حاولت ادور عليه كتير. السنسور اللي هو بيبقى هو اللي هو الجهاز بيبقى موتورز في كذا بتاع، الموتورز دي بتتحرك بتعمل كل الجهاز ليه منزل فوق المره الدره. هو دي مكانه الواقع الشمسيه دي تنفيذ طلبيه ومحتاج مصادر خصوصا الميكانيكا. يعني اول حاجه بقى ما تطورش يعني فكره عمل الاشخاص اللي هي عمليه الطياره وشرح الميه الفنيه المتقدمه اثناء الاختبار بتاعه ماشي مع الاساتذه اللي شرفونا في المدرسه. المشروع بتاعك بيتكلم عن ايه؟ 3D drawing robot، مشروع سواقه رسم سواقه تبعي، واكتشاف اعطال في الانترنت، شاف اعطال كابلات الانترنت النحاسيه والفايبر اوبتيك. طيب تكتشف الاعطال بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ يعني لو في عطل في الكابل هيعرف مكان العطل بالظبط. بيحدد مكان العطل عن طريق الالكترونيكس. اسمعنا كده ان انا انا دلوقتي اسمي محمد غريب، كنت على قسم حسابات صنعوا عندنا في المدرسه رابعه من درس انا عباره عن كرسي بس كرسي متحرك بالكهرباء بس هو بروفيشنال شويه مضاف فيه بعض الامكانيات الحديثه بتاع الحديث. الكرسي بتاعنا عباره عن كرسي متحرك كهربي عادي اللي هو الاوتوماتيك بس مضاف ليه بعض الامكانيات التكنولوجيه الحديثه زي ان احنا استبدلنا مثلا العصر بتاعته بنضاره. النضاره دي عشان عندنا مثلا الفئه بتاعت اللي هي مرضى الشلل الرباعي او اللي هم ضد قادرين على التحرك اللي عندهم ضمور في العضلات وما يقدروش يتحركوا الاطراف بتاعتهم الاربعه مش هيقدروا يتحكموا في الكرسي ده، لابد من مساعده حد لهم يعني. فالكرسي ده بيغني عن مساعده التحكم لانه بيتحكم فيه بالعين بتاعته. تمام؟ المريض بيتحكم فيه باتجاه بتاعته بالعين بتاعته. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.